ازاي انت المحامي بتاعي وبتاعها في نفس الوقت وما ربطتش بين الحاجات؟ ازاي تخبي عني تسجيلات زي دي؟ معقول؟ معقول قررت تساعدها هي وانا لا يا اشرف؟ يا جمال خليك مكاني، اديك انت قلت انا المحامي بتاعها، يعني ما ينفعش اذيها، انا واجبي اخرجها من المشاكل مش احطها فيها. على الاقل كنت اسمعهم يا اخي، كنت اعرف ايه اللي فيهم، اكيد كانوا هيفيدوني يا اشرف. بس خلاص اديهم راحوا، راحوا مش راجعين تاني خلاص. يا جمال ما تلومش عليا، ما هي ليلى كانت عارفه كل حاجه، ما قالتلكش ليه هي؟ هو انت بتقارن علاقتك بيا بعلاقتي انا وليلى؟ انا وليلى لسه راجعين لبعض من كام ساعه، مش هقول لك من كام يوم، لكن انت عشره عمر متربيين مع بعض، ازاي تخبي عني حاجه زي دي؟ يا جمال دي امانه شغل، حط نفسك مكاني يا اخي. لو مكانك هقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه لحد ما ساعدكم انتوا الاثنين، مش هساعد واحد والتاني لا. يا جمال روبا كانت مرعوبه، مرعوبه وانت العيون كلها عليك، يعني كانت ممكن تتاذي في اي لحظه. على اساس دلوقتي ان هي قاعده في بيتها ونايمه في سريرها مش كده؟ انا عارف ان روبا في مشكله كبيره، ويمكن اكون غلطان يا جمال ان انا ما قلتلكش كل حاجه، بس في حاجه مش هينفع اخبيها عليك. علي جالي وقال لي على موضوع منى وابنها وبيهدد انه عايز يقتلك. استاذ البير، التحقيق في تفجير الكنيسه ما تقفلش لعدم كفايه الادله او تأيد ضد مجهول، لا ده اتقفل لاننا لقينا الجاني، والنيابه اطمنت للادله لضلوعه في العمليه دي، يعني القضيه تعتبر منتهيه. ضلوع بس يا فندم اكيد ما كانش لوحده، عمليه كبيره بالشكل دوت اكيد كان معاه شركه. مش هكذب عليك يا استاذ البير، ده مش اول طلب يقدم لاعاده التحقيق من اسره فقدت شهيد في الحادث المؤلم ده، لكن خلاص القضية انتهت، ولولا وفاة المتهم كانت قدم للمحاكمة، وطبعا كانت هتثبت براءته. الله أعلم يا فندم، أنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك، وأنا كمان يا أستاذ ألبير متأكد إن إعادة التحقيق محتاجة أدلة أكبر من مجرد تخمينات مبنية على الحزن والغضب، وده اللي جاي أوضحه لسعادتك. المستند دوت ماضي عليه رئيس وفد دولة من جامعة الدول العربية بموافقة ايد ام ثلاثة من الوفد الرسمي بتوعه، الثلاثة دول مسجلين امن دولة، نشاط ديني، وهم اللي فجروا الكنيسة بعد 48 ساعة. اسمه ايه الراجل ده؟ ظهر اسمه في التحيات على لسان جمال الجبالي، أحد المتهمين في القضية. اسمه ايه؟ اسمه نبيه البتنوني، ده اسم الحركي بتاعه، أما اسمه الحقيقي مسعود حجي. أشرف أنت جاي ليه؟ أنا مش عاوز أشوفك، من فضلك رجعني. روبا استني، من فضلك ممكن تسيبنا 10 دقايق؟ أمرك يا باشا. روبا أنا لسه عارف دلوقتي حالا اللي حصل، أنا كنت قافل موبايلي، ليلى بعتت لي رسالة أول ما فتحت الموبايل عرفت إن أنت حصل لك حاجة. وجاي ليه بقى؟ جاي تعمل شه وتقف جنبي وتساعدني في مشكلتي صح؟ لا يا أشرف مش أنت، أنت ما تعرفش تعمل الدور ده ولا حتى تمثله. روبا اسمعيني. اسمعني انت، ما دام انت جيت لغتري يبقى انت اللي لازم تسمعني. انا مش محتاجه لك جنبي اصلا، ولا عمري كمان كنت محتاجه لك. لو تفتكر كويس انت اللي فرضت نفسك عليا وحسستني ان انا كل الدنيا دي عندك وانك ممكن تعمل المستحيل عشاني، بس للاسف بقى كل ده طلع كلام، حتى الكلام انت استخسرته فيا اخر مره كنت عندي، استخسرت تضحك عليا بكلمه واحده. جاي ليه دلوقتي ليه؟ روبا من فضلك ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده على الأقل لحد ما تخرجي من هنا. الكلام خلص أشرف، خلاص بقى دمه تقيل. يا روبا يمكن اللي حصل ده في مصلحتك. أيوه في مصلحتك، أنت تستاهلي أحسن مني بكتير، بكتير قوي. يا روبا أنا واقع في مشكلة كبيرة قوي، وكان نفسي تبقي أنت البني آدمة اللي واقفة جنبي فيها. أنت فاكر كده إن أنت هتصعب عليا وأقول يا حرام ده طلع عنده مشكلة أكبر من مشكلتي وكمان عاوزني أقف جنبه فيها؟ لا يا أشرف، روح فكر لوحدك، أنا آخر حد في الدنيا ممكن يساعدك، أنا أصلا مش عارفة أساعد نفسي. روبا ابعدي يا أشرف،
انا عايز اشوفك تاني وما تجيش هنا وما تبوظش شكلك بزياده. امشي، احنا الحكايه اللي بينا خلاص خلصت. ما تجيش بجد تاني. روبا، طب خلينا دافع عنك. دافع عن نفسك يا اشرف، دافع عن نفسك قبل ما تتظلم. الظلم طعمه مر. عارفه يا مريم انا رحمتك ليه يوميها؟ عشان قلبك كبير يا سي علي. لا، علشان انت غبيه ما بتفكريش قبل ما تتكلمي، زيك زي الجهله اللي بيحدفوا الكلام عمياني كده. كده برضه يا سي علي، هو ده جزاتي يعني عشان اللي في قلبي على لساني وما اعرفش احور؟ طبعا ذنبك. لازم تفكري بالطريقه اللي بتتكلمي بيها معايا واللي بتتكلمي بيها مع الناس اللي تعرفيهم. صح يا مريم؟ صح يا سهل. تقولها كده كان زمان عمرك انتهى يا مريم. وانا عليك برضه يا سهل. اتوني انت ولا حاجه. سمعيني بقى الكلام اللي قلتيه يوميها. انا خلاص نسيته خالص، قطعته من على لساني وحرمت على نفسي اقوله تاني. انت بتتلامي عليا يا بت ولا ايه؟ لسه بقول انك ما بتعرفيش تفكري. انا ما اتجوزتكيش يا مريم علشان تردي عليا. مش عايز لسانك ده خالص، عايز ودانك بس هي اللي تسمعني ومن سكات. طب رسم يا سي علي، قولي على الطريقه اللي تريحك وانا هنفذ كل اوامرك. انا طول عمري بسمع الاوامر وانفذها. من اول ما وقيت على الدنيا وانا بسمع الاوامر من ابويا والمدرسين وسلوك الكلية والطلب الأدم مني والرتب والقيادات، بعدها من مراتي وأبوها. سمعت أوامر من طوب الأرض لحد ما وداني خلاص اتملت كلام. جه الوقت بقى اللي أتكلم فيه، هم اللي يسمعوني. اتكلم يا سهل، قول كل اللي جواك وأنا هخرس خالص ويتقطع لساني لو رديت عليك في كلمة تاني. اتقطع لسانك. ماشي يا مريم، انت اللي قلتيها وخليكي فاكره. يلا بقى علشان نمشي. علي ده أتفه من إن أنا أعاقبه. هو هيستنى كده لما نهدى شوية وبعدين هيجي يبوس جزمتك. طب إزاي بس يا بابي؟ واحد بيبوس جزمتي، إزاي أعتبره الراجل اللي عايشة معاه؟ إزاي؟ مش دي كانت رغبتك من الأول يا بنتي؟ وهو في البداية والنهاية راجل واتحسب علينا. وأنت اللي ماشيه على كيفك برضه. أنا عارفة، بس أنا خلاص زهقت وقرفت، قرفت منه ومن شكله ومن ذله لنفسه. ده بني ادم مقزز. بس احنا ان شاء الله نرجع بالسلامه وهتشوف انا هعمل فيه ايه، هتشوف هيجرى له مني ايه. هو في حاجه حصلت يا بنتي منكم وانت ما قلتليش عليها؟ لا طبعا. هيكون حصل ايه يعني؟ طب خدي بالك من نفسك وركزي في الكلام اللي انا هقوله لك، عشان بصراحه ربنا المقابله اللي بيني وبين زيتون من اخر مره ما كانتش مريحاني خالص. ليه؟ هو اوكل زيتون قال لك ايه؟ مش مهم قال لي ايه، المهم يا بنتي انك تخلي بالك من نفسك. خايف من سبب حصل لك حاجه وانت ورامي تبقوا لوحدكم يعني. خايف عليك يا بنتي. بعد الشر عليك يا بابا، من فضلك ما تقولش الكلام ده، ان شاء الله هترجع واحسن من الاول كمان. افتكري؟ طبعا. بقى كده برضه يا باشا تسافر من غير ما اعرف وانا قلت شرف توديع سعادتك، تروح وترجع لنا بألف سلامه يا باشا. يلا يا منى ودعي بابا وبوسيه
قولي له يرجع لنا بسرعة. ايه السخافة اللي انت بتقولها دي؟ ما انت عارف ان انا مسافرة مع بابا. شوفي شنطتك فين ونزليها يا منى. انت اتجننتي يا علي؟ يلا يا منى، بابا مسافر لوحده يا حبيبتي. لا، اللي انت بتقوله ده جنان. اعتبره جنان يا باشا، اعتبره جنان. منى مش مسافرة خلاص، هتقعد هنا تخدمني. مين دي اللي تخدمك يا جربوع انت؟ لا ده انت لقح بزيادة بقى. اسمع انت راجل كبير وعيان، ما تخلينيش اقل ادب عليك. ها، روح تعالج وارجع لنا بسرعه. انت ازاي تكلم ابويا بالشكل ده؟ انت اتجننت زي دي بقى يا منى؟ هبقى اشرحها لك واحنا سوا. في قرار بمنعك من السفر قدامه دقايق وهيوصل لك هنا. انا الحق نفسك وسافر قبل ما يجرى لك حاجه هنا وتشيلنا ذنبك يا خليف. يلا يا منى، يلا الشنط يا ابني. منى يلا يا منى امشي. بالتراضي هنرجعهم، بالعافية هنرجعهم يا حكومة. متحامين في دراعنا وفي قلبنا الميت وفي اخواتنا اللي جنبنا. اخويا جمال الجبالي تفتكر سليم ممكن يقلق من صوت ضرب النار؟ ده ابن ابوه، طول عمري كنت باخده معايا الرمايه وهو صغير. متقلقش، ربنا يحميهولك. ربنا يخليك. وانت بقى متفكر كده تجيب لنا شويه عزوه حواليك تحميك وتقف جنبك لما تكبر؟ اكتر من كده حمايه، كل دول رجالتي، غير بقى رجاله الداخليه اللي مأمنيننا وفي ظهرنا. عايز حمايه اكتر من كده ايه؟ احنا في امانه يا صاحبي، ومحدش يقدر يدوس لنا على طرف. الكلام اللي بتقوله غير اللي شافه في عينيك. انت مأمن كل حاجه حواليك، بس مطمن. فكر يا بوبو، قوم شوف ناسك المشغولين. بيتك يا جيمي. يا بنت يا زينات، ده الفرح حلو، بقالنا كتير قوي مفرحناش. يا اختي ربنا يجيب العواقب سليمه، كل ما بنفرح كل ما بيجي وراها مصيبه. يا ستر عليكي، وليه فقريه يا اختي، افرحي وخلاص. انا جات اي سي جمال، عايزك في كلمتين. تؤمر. تعرف علي الميري منين؟ علي الميري انا ما اعرفوش. ما تكدبيش، انا شفتك نازله معاه بالعماره وركبت معاه العربيه. تحب اقول لك قعدت فوق قد ايه كمان ولا؟ وسيدك انا مش زي ما انت فاكر والله العظيم. يبقى تقولي في ايه بينكم؟ لحد دلوقتي لسه ما قلتش لاخوكي. اخوكي لو عارف انت فاهمه ايه اللي هيحصل. خلينا نلم الحكايه بيني وبينك احسن. حاضر، انا هقول لك على كل حاجه، بس ابو سيدك ما تجيبش سيره لبوب اخويا، هي تسلي منك. انت اكيد اتجننت. اتجننت رسمي. معلش يا منى، استحمليني، أنا ياما استحملتك. أنت اتجننت يا علي؟ هات الموبايل، هات الموبايل يا علي، ووقف العربية ونزلني لحسن، وحياة ديني هفتح باب العربية وارمي نفسي واجيب لك مصيبة. طب لو أنت مش هترمي نفسك، هترمي نفسك. هترمي نفسك.
علي الميري هدايا يا بنت الحلال. والله يا جراحتي والنعمه سالفه من ورايا ربو عمرك الله ده انا قاعد لا عشان يلا يا اخوانا كل واحد يروح لحاله خلاص ورد الفقر انت عارف لسه عارف بعض مستني ايه عشان تقول لي مستني تعملها لي مفاجاه انت اخويا انت طب ممكن تهدى عشان اعرف افهمك افهم ايه اما بيتي هو بيتك وابنك يبقى ابني اختي تبقى بالنسبه لك ايه تبقى ايه يا اخي اختك تبقى اختي يا بابا ولما تشوفها مع واحد تسكت تقطع رقبتها وتجيبها لي في شوال لا ومع مين علي الميري طب ليه وازاي وامتى هو ده بوب اللي كنت عايز اعرفه بعد كده كنت هاجي اقول لك تعرفه وتدور الحكايه لمصلحتك وبعدين تبقى تيجي تقول لي صح ولا انا غلطان لا غلطان يا بوب مش انا اللي عامل معاك كده علي الميري انا اعرف عنه اللي هو نفسه ما عرفوش عن روحه ولو فكرت ان اخلي حد يساعدني اكيد مش هبقى اختك عشان اختك مش كده عارف ليه عشان تربيتك بنت جدعه وبميت راجل ايه ده بقى كده عشان نعرف نفكر ونشوف هنتصرف ازاي وانا بضربها شايف صوت ابويا قدامي صوت جوايا بيقول عايز تدي لاختك يا فتحي هي دي الامانه اللي انا سايبها لك لقيت نفسي بضربها زياده عايز اسكت الصوت جواها ومش قادر مش قادر احوش ايدي عنها لما ابوك بيموت وانت صغير تلاقي نفسك بقيت اب لاخواتك ملزومين منك تربيهم تكبرهم تقف وش الدنيا لو هوبت ناحية حد فيهم اللي أنا عملته مع نجاة ده اللي عملته مع سعيد أخويا زيه عيل صغير اللي ربيته وكبرته وخليته راجل وعترة سعيد راح مني في قعدة هزار وما بيرجعش تاني سيد اخويا بيروح مني بيروح وانا مش قادر اعمل له حاجه قال لي سامحني يا اخويا ما كانش قصدي كان وعدني انه يكمل لما لادي نجاة كانت هتحصله ولا صوت ابويا هو اللي منعني صلى على النبي اللي حصل حصل وعلي ده انا ليا صرفه معاه ده اللي بينك وبينه الدنيا اللي بيني وبينه دنيا تانية ماشي اللي تشوفه هيحصل بس أنا عايز أقولك على حاجة مهمة نجات لو غلطت غلطتها تتلحق لأنه في الآخر جواز وشرع ربنا يعني كانت قصد خير لكن علي هو اللي كان قاصد كل شر البادي أظلم ما انا قلت لك قبل كده الاتنين ما عادوش ينفعوا
وطلبت منك انك انت تدوري لي على اللي تشبهك. لو على الشغل فانا ماليش شبه. طب ولو غير الشغل؟ هو احنا في بينا حاجه وبين بعض غير الشغل يا شيخنا؟ يا بنت الناس افهميني، البني ادم صياد وانا نفسي ومنعيني تسمي بالله كده وترمي الشبكه وتشدي وتشوفي الشبكه هتطلع لك ايه. انا ما اتعودتش ارمي الشبكه بتاعتي غير لما ابقى شايفه برميها على ايه، وانت لحد دلوقتي ما وريتنيش اللي انا عايزاه. طب شوف يا ست الستات، الشغلانه اللي جايه دي غير كل اللي فات، ليها سكه لوحديها وليك انت لوحدك. قلت ايه؟ قلت افهم الاول. افهمك، مرسال ربك بين عبيده نفسه يعمل مصلحه لا ليها اسم ولا صاحب، زي ما تقولي كده صدقه يعني، تطلع من ايد ده تقع في ايد ده، لا ده عارف خد كام ولا ده عارف ايده طلعت كام. سمساره يعني. شفتي؟ اهو ده اللي انا قلقان منه. طول قعدتك مع الكومي شوفي عملت فيك ايه؟ خليتك قلبت الصادق السمسار. جرى ايه يا شيخ نوح؟ هي رايحه للمساكين ولا للمساكين؟ حلو المساكين دي عجبت صح. والحكايه دي عندك حق. بس هي اكبر من كده بكتير قوي. صاحبنا ده عايز يدخل السوق وسايب لنا احنا كل حاجه مدورها. اراضي برضو؟ اراضي ايه؟ مدينة متكاملة. لا مدينة ايه؟ بلد تانية، فلل وعمارات ومحلات، وهو عايز يستنى لغاية ما يلاقي السوق ماشي صح ويظهر في السوق. قلت ايه؟ اقدر اعرف هو مين؟ مش احنا قلنا انها صدقة، والصدقة لو بانت خير هيقل وبركتها تزول. بص يا شيخ نوح، اللي اوله شرط اخره نور. ان شاء الله هيبقى اخره نور وافراح وليالي ملاح كمان. طب خلينا في النور بس الاول. انا تعودت لما بدخل شغل لازم ابقى عارفه تفاصيله. مش شاكه فيك لا سمح الله، بس زي ما تقول كده بما اننا هنبقى شركه خلي الموضوع ماشي بيننا هين وخد. طيب تستني عليا اخد الاذن وارجع لك؟ ما تستغربيش قوي كده، فوق كل ذي علم عليم. نستنى. ويا ترى طلب انا هنستنى عليه برضه؟ لما تجاوبني هجاوبك. انا لازم امشي بقى لحسن عادتنا طولت. سن والدك ومر عليا قضايا كتير بالشكل ده، وبعدين انت عارفه شركتنا شركه كبيره وما تحبش انها تتورط في حاجه زي كده، عشان كده هم باعتيني النهارده عشان نخلص المساله بقى. حضرتك شايف ان الموضوع هيخلص ازاي؟ خليني اكلمك بصراحه، شركتنا شركه كبيره ولا يمكن هتورط نفسها في حاجه زي كده، وهتخرج من الموضوع من غير اي مشاكل. يعني الشركه تطلع منها وانا اروح في داهيه في حاجه انتوا اللي عاملينها؟ اهدي اهدي بس، الشركة ما عملتش أي حاجة ومفيش دليل واحد يثبت عكس كده. كل ما في الأمر هيثبت علينا شبهة إهمال، تقصير حضرتك في متابعة أعمالك اللي عملتيها من ورا رؤسائك، مش تهم التخابر مع دولة أجنبية. من فضلك هات من الآخر وقول عاوز مني إيه. أنا جاي أعرض عليك عرض اللي في مكانك لا يمكن يرفضه، وده في مقابل كلمتين في تحقيق النيابة، إنك أنت المسؤولة الوحيدة عن الأبراج والهوائيات، واتمنى انك تقول ان الشركه ملهاش اي علاقه بالمساله دي خالص، وده في مقابل مبلغ اللي انت تحدديه ووظيفه، وظيفه افضل بعد خروجك. قلت لك انتوا عاوزيني اودي نفسي في داهيه علشان حاجه انتوا عملتوها؟ انتوا ايه، مجرمين؟ عاوزين اضيع مستقبلي وحياتي علشان سمعه الشركه وعلشان كام دولار وقعوا من على كام سهم؟ يا بنت اهدي، انا جاي اتكلم في مستقبلك ومصلحتك. دخولك السجن امر مفروغ منه، حاولي تستفيدي من الموقف. انا هوديكم في داهيه، والله العظيم هوديكم في داهيه. ايه في ايه؟ الاستاذ مدير شؤون القانونيه جاي يرشيني علشان اعترف على نفسي. عيب يا ربع، حاسبة على كلامك، الكلام ده ما حصلش خالص. ده كداب، والله العظيم كداب. لسه من فضلك ومن غير كلام كتير، الزياره انتهت.
لا شهادة ميلاده احنا مش هنعوزها، باباه هيطلع له واحدة إن شاء الله. ميرسي يا مدام وفاء قوي. بس زي ما فهمت حضرتك طبعا، مسألة نقل سليم من مدرسة لمدرسة تانية دي احنا مش عايزين أي حد ياخد بيها خبر خالص. يعني مامته لو جت لحضرتك وسألت. أكيد يا أستاذ أشرف، حضرتك دي مسؤولية عليا أنا، لأن أنا اللي سلمت حضرتك الأوراق ديت. لا يا فندم ما تقلقيش، إن شاء الله كله خير، وإحنا مظبطين كل حاجة. شكرا. شرفت يا فندم، مع السلامة. عايشة حظك حلو ان ما طلعلكيش حنش ولا عقربة تاخد اجلك. انت فاكر نفسك هتخوفني؟ الحنش ولا العقربة دول ياخدوا اجلك انت واجل اهلك كلهم. هتتعودي يا بنت خليف، والنوم هنا هتيجي على هواكي قوي. مكان زي ده انت اللي تنام فيه، انت والزبالة اللي متجوزها. ده انت عارفة كمان اهو. طبعا عارفة. امال انت فاكر ليه ما بتخلكش تقرب لي ولا تلمسني؟ عشان ده مستواك. لو انت سادة علشان في غيري بيقربوا منك ويلمسوكي. برافو عليك يا جوزي يا حبيبي ياللي عارف قيمة نفسك كويس. بكرة بقى مصر كلها هتعرف، وبقى وريني هتحبس فضيحة زي دي ازاي. الفضيحة دي مش هتخرج، لأنها بيني وبينك وبين الكلب التالت، وانت خلاص كلها أيام. ايه هتموتني؟ هزلك يا منى، وانت بالذات هخليك تلعن اليوم اللي شفتيني فيه ودخلت بيت ابوك الواطي. واطي؟ ابويا انا اللي واطي؟ انت فاكر نفسك كده بقيت راجل قوي وطلع لك لسان وبتتكلم؟ انت تافه يا علي. لو كنت راجل بصحيح كنت قلت كلمه من الكلام دي زمان، كنت رفعت عينك فيا ولا في ابويا وقلت لا، كنت عملت نفسك محترم شويه. لكن انت ولا حاجه. تقدري تقولي كنت سايبكوا تجيبوا اخر اللي عندكم علشان انا ابتدي. ما هي الحياه كده، ادوار، وكل واحد دوره بيبتدي بعد اللي قبله. دلوقتي الدور بتاعي انا يا بنت خليف. ليك حق طبعا تتضايق من اللي حصل، بس يعني بس ايه يا جمال؟ ده انا لو ميت يا اخي تيجي تقف على قبري وتحكي لي؟ الناس تقول عليا ايه؟ مش عارف احكم اختي واحطها تحت طوعي؟ ده ومين؟ علي الميري. عرفته ازاي وغواها امتى؟ سيبك من هو علي الميري، هي ما تعرفوش زي ما انا وانت عارفينه، هي شايفاه راجل زي اي راجل عادي. والراجل ياخدها من وراء اهلها ويجبرها ما تحكيش؟ قاصد يكسر من الكلب يحط مناخيري في الارض. معلش ايه ده، انت بس اقعد معاها واسمع افهم انا ايه اللي حصل. حكومك بس التانية يا كبير. جمال خد سليم واخلعه. طب وانت تعمل ايه؟ اتصرف ما تقلقش. تعال ورايا. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا؟ احنا مستنيين يا باشا. ايه يا سعاده الباشا؟ مش بيوت الناس ليها حرمه برضه؟ كل يوم والتاني كبسه. لما تبقى مخبي مجرمين عندك يا بوبو استحمل اجرالك. مجرمين؟ هما فين المجرمين دول لا سمح الله؟ هنشوف دلوقتي. يلا دور عليه في كل حته ولم كل الموجودين وحرزوا السلاح. اطلع 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 اطلع